لازم نضل، ما حد ياخد باله. كلهم في الفرح. بوستك حلو قوي. انت جربت البوس قبل كده؟ كتير. بس انت اول واحد يبوسني. فؤاد. ايوه يا احمد. لو حد تقدم لك يتجوزك اقبليه. ليه بتقول كده يا اخي؟ انت عايز ازعلني منك؟ انا مش مشغول غير بحاجه واحده بس، اني اسيب الحاره. انا نفسيتي خربانه يا سعاد. لو سبت الحاره هسيبها انا كمان. انت مجنونه؟ سيب الحاره وتروحي فين؟ اي حته، مش هقدر اعيش فيها بعد ما تمشي. تهدينيش يا سعاد؟ انا ما بهددكش يا احمد. بقول لك عن سؤال. يا بنتي ده انا نمت وانا قاعده مستنياكي. سبتي الفرح ليه؟ ابدا اتخنقت. يعني مش عوايدك تسيبي الفرح؟ طب اللي حصل؟ وايه اللي بتعمليه ده؟ حد بيغسل بالليل؟ أنا زهقانة ياما. زهقانة. يا حلاوتك يا جمالك. اسهم. العيمة خد عليا كل ده وأنا ما أعرفش. أه يا ساوي. أنت بقى اللي كلت بعقل أحمد حلاوة؟ يا ابني إحنا أصحاب. طب ما أنا صاحبه، ما ادانيش العربية ليه؟ أنت عارف يا عباس. عارف إيه يالا؟ عارف انك بتاع نسوان، واي واحده هتخش هنا هو هتعلقها وتعمل لنا مشاكل. طب وماله بتاع نسوان؟ انا فيا حاجه بتشد النسوان، الحاجه دي مش فيك. نصيبك بقى تقوم تحب يا ساو. انا شك كان في محله، يبقى انت اللي وزيت علي احمد وانت اللي كلت مخه. انا ما كلتش مخ حد. احمد حافظك كويس واريك صفحه صفحه يا عباس. كده؟ طب هات الريكوردر بتاعي بقى. انت مش قاعد تحايل على احمد عشان يعلق لك الريكوردر على العربيه؟ خلاص يا ساو، خلاص يا اخويا. وانا معقول برضه عايز عليك الريكوردر؟ انا هاخده نضفه بالتنر عشان التست بتاع الشيخ عيد. خلاص يا اخويا ربنا يهديه. احمد ازيك يا مسعود؟ كويس الحمد لله. الواد كويس؟ ما الواد قدامك زي الفل اهو. قربوا شويه اهو. اطمنت؟ الحمد لله. جبت السجاير؟ اه جبت لك السجاير. الو حجابه حجابه، بس يمكن يطلعوني النهارده. هو حته خلي بالك من نفسك. صباح الخير. اهلا. مش انت سيد برضو؟ اه سيد. ينزل من اي خدمه؟ لا ابدا، بسال بس على احمد. اه لا مش موجود، خرج مشوار كده. الا قول لي هو مالك العربيه؟ لا انا شغال عليها لحسابه. اه طب والنبي لما تشوفه بقول له ناديه سالت عليك. يوسف تنساش عرب. ابوتيكا. وبعدين ايه عيد الكعبه بتاعتك دي؟ انت لسه ما لبستش. والله يا دي عباس محتار مش عارف البس ايه ولا ايه. يا جخاخ من كتر اللي عندك البس الحته الزفره اللي حيلتك وشد فوق البلط. البلطو ده في الصون يتبهدل. وبعدين انت مش شايف ان الدنيا حر؟ سيبك من الحر، المهم المنظر. بقول لك ايه يا عباس؟ دي تفتحيها جت؟ الله يخيبك، انت لسه متعلق بيها؟ انساها بقى، منصور خلاص عملها عملها. طب امشي 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 من هنا. انت امشي امشي.
جماعة المسؤول عن التست عباس وسيد والعبد لله ويا أب عيد يا غطس. يلا بقى يا عيد الكل جاهز. قصر يا عيد وهات من الآخر. يلا أنا ليا كلمة صغيرة أحب أبلغها لسيد بالذات. أنا مش أقل من طاهر مصطفى في حاجة أبدا. ولا طاهر أبو زيد يا جدعان. عيد ده الجوهرة السوداء، والجوهرة دي لو قبت هتقلب الحارة وتغير الموازين. أنا مؤمن بيه. يلا انخع واتكل على الله. حلوة ونسمع بقى نتسجل. يا ريت رجع الشريط يا عباس. معنا من عينيا. ولا حد اتحرك مكانه. في ايه يا عباس؟ الحق يا عيد. ايه الولا منصور ماله؟ طفى النور. هو نفسه يبوظ الليله. الكرباج اهو انا طالع. هاتولي يا عباس. هات العصايه. هات العصايه. تعالوا يا عباس. ايه يكون انا بس؟ اوعى اوعى. افتح افتح يا جمال. افتح يا جمال. مين اضرب على طول يا عباس. اضرب على طول يا عباس. مسكر لندن مراتك. جرب يا عباس. جرب تحت. لازم يضرب قدام الشباب يا عباس. خربت بيته. خربت بيته. وعاء يا عباس. بيت مين اتخرب؟ اشرب فيه حاجة. عايز بتضرب. انت بتكلم عليا. يا راحت. يا راحت. فواز حرام الحمير هو اللي دسها علينا. لا فواز هرب بعد البوليس ما مسكه وانا خفت اقعد احسن البوليس يقعد عليا. طب تروح يا اخت عند اهلك. ايه مالكيش اهل؟ اه ليه يا اهل؟ بس لو رحت لهم هيحبسوني ويحلقوني شعري انا عشان ما اخرجش. بقول لك ايه اتفضلي بره العيشه. الناس اللي على ايه؟ انا جايه لك عشان تشوف لحد اقعد معاه. لا ما هو هنا مستحيل. طب استنى يا ريس. ايه رايك بس لما اخذ يعني تقعد عند الست ام صبري؟ واقفه ست كبيره واحده ليا. ما هو الواد صبري ساعات بيرجع يبات عند امه ده بيبشر. والله عندك حق. وصبر ده واد شرس ولو وقعت تحت ايده مش هيعتقها. ودي عامله زي العصفوره. طب وايه الحل يعني لمؤاخذه؟ ننام احنا الثلاثه بره العيش وهي تنام لوحدها جوه العيش. يطلع صباح نفكر على رواق. واهل الحته عدم المؤاخذه لما يلاقونا نايمين بره العيشه محدش يوم هيقدر يتكلم. اه صحيح الانسان سمعه. وقف معاك على العربيه. نعم يا اختي. كلام عباس معقول برضه. ننام احنا بره وهي تنام جوه. الصباح رباح. انتوا التلاتة؟ اه احنا التلاتة. يلا وضبي نومتك وهي حصيرة الصيف واسعة. خد يا عبس. يلا سيد. يلا. اروح فين؟ يلا. اللي هالفلت يا منصور. منصور 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 عايز مني ايه؟ انت ما بتردش ليه؟ ايه؟ انت صحيح قطعت النور يا منصور؟ علي الطلاق لما وصلني صوتك وانت بتغني. ايه؟ كنت عايز اقطعه لكن الحكومة قامت بالواجب. انا مش عارف ايه اللي وزك على موضوع الغنى ده. علي بوبي قال لي صوتك حلو يا عيد وراح وجه مراجيحي. لكن انا الكلمة علقت معايا هي مراتي. اقصد مراتك حامل. ايوه
حامل. هتسميه ايه؟ منصور؟ منصور خير يا عيد. لما يطلعونا رجعني معاك الحارة. يا بنت الحضاضة تعالي. أنا الحضاضة. آه يا زفر يا بنت طول عمر الزفر زفر. ده أنا حبيبك يا أحمد. طول عمرك زفر. أنا ما عملتش حاجة. قوم معايا سيبك إيه بجدلك ليها؟ والله لا أفضحك وخلي رجلتك في سنين. قول يا ناس أنت واقف شد معايا. أنا مدي إيه؟ ده أنا حبيبك يا أحمد. أمال أنا طيب؟ أنا هتربط معاك ونام. ناموا. أنا عايز أتجوز نادية. أعد لي عليها يا أحمد. افتح عيد انا سعيد. عايز ايه؟ تزعق ليه؟ ما تتكلم بالراحه يا عم. انتوا مش شربتوا وسبتوني. عايزين مني ايه بقى؟ مش الواد عباس هيتجوز البنت ناديه؟ طب استنى يا قال يا سعيد اخو يعمل لك كوبايه شاي معايا. ده خبر جديد نوفي. كانت ليله كوفي يا قال. انتوا اتخليتوا عني لكن ربنا ما بينساش حد ابدا. الزملاء المحبوسين سمعوا صوتي كيفوا قوي وصوتي وصل حظابط. قال لي ايه ده؟ اتقبضت على ابو حليم وافرج عني فورا. قلت له معلش يا حظابط معايا واد اسمه منصور. قال لي ايه سوري وافرج عنه هو الاخر. يا سلام قال لك سوري. امال انت يا ولد سيد البنت اللي اسمها نادية دي عكاكه قوي خلوا بالكم منها. ها انا عارفها كويس. تعالى يا ولد سيد تعالى. بقول لك ايه؟ فشواريها تاكلها شعرها خالص قوي وانت تشوفوها كده تسلم ايدها لميع وتضبوها على الاخر. ها؟ انا هعمل دماغ وراجع. خدي بالك منها دي وحدانيه. النبي الاحسن انا ايه؟ ورايا اشغال شقه مؤبده. انت مش لوحدك يا حبيبتي، كل الليله حواليكي. ما تغلطوا يا ستات. اخواتي ما حدش هيجي. من زمان وانا هيك كمان اوقات كتير قوي بيهفوا عليا بيبقى نفسي اروح اشوفه لكن كلهم بيكرهوني ومتبريين مني. ابويا لما كان بيضربني كان بيقول يا بنت انت مفيش فايده فيكي ولا في حيطان تقدر تلمي. ايه ياما اللي معادك هنا؟ قومي. طيب يا سعاد جرى ايه؟ ايه يا سعاد مال وشك مقلوب كده؟ كلش خطبت منك عباس وانا مش دريانه ولا ايه؟ قال لي قاعدين يكفوكوا شر الجايين. اصل يا حبيبتي عباس طيب وعنيات ومش عارف اللي جواكي. ايه بقى اللي جوايا يا ست سعاد؟ كلش مكشوف عندك الحجاب يا حبيبتي وانا مش دريانه ولا ايه؟ ما تخشوا يا خال. انت يا بت خميره عكنانه ما تستهدي بالله. هي كانت عملت لك حاجه؟ انا ماشيه ياما ماشيه. انا ماشيه ياما ماشيه. رقصوني انا عايز ارقص. وعيد ماله تبعتي لي معاه جواب؟ عايزه اقابلك اقول لك اللي في قلبي. قولي وخلصيني. واخر مره تبعتي لي مرسال. احمد انا عارفه ان لينا دي وافقت على الجواز من عباس. ليه؟ علشان تفضل جنبك. جنب انا؟ وتبقى شرك بينكم. خلاصي. عارفه مين عباس؟ انما
صعبه انها ليله سودا ومش هتعدي على خير. ليه بس يا عباس؟ يا عم حسني ده ضايقني قوي. الراجل سمير دوت اديله شهرين ما خرجش من بيته، واول انا ما زنقت وشحت منه جاكيته داير ورايا في كل حته. ده انت خامس واحد يوصيه على الحكايه دي. فرحان بيها؟ دي معموله من قماش الكنب، واللي مجنني يا عم حسني انه ما بيلبسهاش. بلبسها يا عباس. طب على الطلاق بالثلاثه لا العوله البسها لك قدام الخلق دي كلها عشان بنفسك يا عم حسني تشوف المنظر على الطبيعه. شايف بتلقي فيه هتقع منها مسخره يابا. ايه العباش ما حاجه من ريحه الشغل بتفكروا بايام زمان. المفروض ان المناوجست سمير وهبه ما قلقش على حاجه مع عباس. دي جدعانه ده اللي انا اعرفه. يلا عباس العروسه جاهزه. ايه تاخد العروسه بدل الجاكيته؟ الآن عليك أول مرة تفوتي زفة يا بنت. أنا مش عاوز أشوف حد. ولا أنا ولا أنت. أنا سبت الشغل يا سيد. نشوف شغلنا. ها انت لسه برضو بتفكر في الكاسيت؟ اخف تيجي منك انت يا علي. اه فكرتني انا سايد قلت لك جهاز تسجيل وكما انما ايه هيخليك تعيش لوحدك مع حليم. ابوسك. انا مش طالع معاكم السفينه هختلي بنفسي على الكورنيش. وصيه حقيقي. بنفكر نبدا حياتنا ازاي؟ سنين عدت الواحد مش واخد باله. انت لازم تيجي تعيش معايا وسيد وعباس. اجر لهم العربيه وخلوهم يعيشوا في عشة عمتك لحد ما يلاقوا لهم مكان تاني. لو سبت العربية ما بين سيد وعباس هتحصل بلاوي، والواد سيد حقه هيضيع. لا لا لا. الولع عيب قلبه أبيض. لا ما دخلت حياة واحدة ست والله أعلم. هتعمل معاه إيه؟ يا جدع. يا جدع اتهت. في إيه ده أنت حلالي بلاوي. حلالك قدام الناس ربنا إيه؟ بس يا عباس. بقول لك إيه بس؟ بقول لك إيه؟ عباس. ليك حلوة في مام. ولا لا؟ أنت يا راجل قدام الناس. تعرف يا عباس اول مره امشي على الميه جميله قوي. انا وحبيبي انين نونا امانين. نونا ايه هاد؟ تعرفي إيه؟ الخمره اشتغلت في دماغي حاسس ان في صواريخ مرشقه في جثتي. ده الولاد ما يعلم بيها الا ربنا. يا جدع انت مش عايز اوعى اوعى خليني اروح الحمام مسنوقه. الكل اسم الله اسم الله اسم الله حتى العدول القاسي. عباس ما هيصبح. جابت لي الجبل كده. ايه في ايه يعني؟ ده حمام حريمي اللي
ما انا عارف انه بتاع الحرير. طب يا ابو عم ما تقلقيش انا بامن الموضوع. حبيب مش حلال يا جلال. يا جدع يا ابو عم يا اخي عبد. النهارده ليلة دخلتي انا عريس بس منظري حلو بس يظهر ان انا اتدبست. الله الله السفينه دي هتروح لحد فين يا عم؟ حلوان وتراب. واحنا فين بقى دلوقتي؟ احنا قدام مصر عتيق. يا حلاوه على اصحابي ابا عريس وتحرسوني في ليلة دخلتي. ده انا متنيل يا سعيد. ايه يا رب؟ استنى يا عباس. تعال هنا عباس. يا احمد يا عباس. يا ابني هنا نزل لهم قارب. عد الجروح يا قلم. عد الجروح يا قلم. فواز الجبلي حرامي حمير بس مش حرامي نسوان. عباس سرقها مني. انا ما بقدرش انام من غيرها. انا ما بقدرش انام من غيرها. كانت بتهرب وتجيب. المره دي اتجوزت. عباس مش هيفلت من ايد. عباس مش هيفلت مني. انا مش هسيب. انا مش ماشي. انا مستني. الله 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 الله. لحد رب الليله. سيبك منه ده باين عليه سكران طينا. عد الجروح يا قلم. اللي هيقرب من فواز هيجيب كرشه. اللي هيقرب هيجيب كرشه. فواز كل شيء نصيب. لو ربنا رددك بشيح هتنوله. انا خايف عليك من البوليس. البوليس قالب الدنيا عليك. لو كان مش قادر تشيلني. قولي عاوز تروح فين وانا اوديك بالكروح بتاعي. وديني عند ابني متولي. تعالى فوزي. لا لا انا ما بقدرش انام من غيرها. انا ما بقدرش انام من غيرها. انا ما بقدرش انام. سلاتنا للعروت نوصى وسلاتنا للعريت نيس ووطي نشرمت بوطي نوصى للناتنس والبوليت نيس. زمان المركب وصلت حلوان وحترد تاني وحترد تاني. لا بقول لك ايه عباس. بقول لك ايه عباس مش وقت. عباس بقول لك ايه عباس. حيرني يا عباس. حيرني. بقول لك مش وقت. يا ايه مالك؟ جسمي كله اتاخد لما شفت فواز. منظره يصعب على الكافر يا جدع. واعمل لي واد جيم وفتح لي المطوى والقرن غزال وعد جروح يا قلم وركبي مش شايلاني. فك العقد يا جميل. انا مش قادر انسى منظر الواد احمد لما كربت رجلي واحنا قاعدين قدام العش وانا جسمي مولع نار. ولا الجدع الخواجه بتاع المركب. بليز النهارده عيد ميلادي. ثانك يو. بس يا عباس خليك يا عباس. عد جروح يا قلم. عد جروح يا قلم. عباس يا عباس يا عباس هدي اللعبة شوية. مش عارفين ان انا عباس. اوديكي فين يا صحة؟ حد يولعلي. متوجع سايل. مالك واقف ليه؟ خف شوية يا عباس عاوزين ننام. ساعة والدبان هياكلنا. يعني لازم تلمها اوكر وقضي راسكم الناحية التانية ودانكم لازقة في الجدار. اصحاب ايه دي؟ فين؟ كنا بنقول ايه؟ احنا مالنا. الله بس بقى احسن بضرر. يا دي النيله. ابو دكا من صغري منحوس. لولا عمتك كان زماني بشحط. كانت بتتوقفني الشوارع لمتني وكلمتني كتير. برحم قلبي جروح قلم. عباس قلبه قاسي ترى علي. نعم يا سيد. نعم. انا عايز اتجوز احمد. انا طول عمري مؤمن بالنصيب. انت فاكر حاجه بتعيب يا سيد. والف بنت هتتمناك وتقع في حبك. بكره تتجوز يا سيدي وتبنى لنا الحاره عيال. يا ريت احمد. طب نعم. نعم بقى يا سيد. يا
جوزتك عشان تعبت ونفسي استريح. لما جاني احمد تاني يوم ودخل عليا العشاء بعدين انت ما تهكمت عليا، قال لي الواد عايز يتجوزك، ايه رايك؟ قلت له ماشي يا احمد اتجوز عباس. ايه هو مش راجل؟ هنضبط. والتجريح ده لازمته ايه؟ اللي في قلبي. بقول لك ايه، انا نفسي بقى ما تبركش على نفسياتي، انا بتخانق يا عباس. عباس جنت المال ويحب اللي تلغيه ونفسيته عزيز عليه قوي. ولما انت نفسيتك عزيز عليك قوي اتهجمت عليا وعايز تاخدني بالقوه ليه؟ ام سعاد جابت اللي جوايا وقالتها لي في ليله فرحي، قالت لي انت طول عمرك يا عباس حتى انك طاير زي ذكر الحمام بتدور. انا فعلا بدور ولقيتك. على فكره يا نونة انا غير احمد والولا سيد خالص. مين اللي في الصوره دي يا عباس؟ دي مريم تبع احمد. بس بنت حلوه وزي القمر، متعلق بيها ومش قادر ينساها، مع انها مش النظريه يعني. انا جعان، ما تقومي تذبحي لنا كام جوز حمام كده، مع ان ما باكل الحمام ده ما بيقعدش في ظهري. قومي دي بيناها ليله ما يعلم بيها الا ربنا. قومي يا اخي قومي. فهد